هذه يا جماعة الغرفة السرية. بسم الله. واو شيء خيالي، أقسم بالله شيء خيالي. ما راح أسوي افتتاح الحين، الغرفة السرية هذه بنخليها في الحلقة الجاية من بكرة بإذن الله، لأن بنضيف عليها إضافات. لكن شيء من الخيال، شيء يفجر المخ. غرفة أسطورية، الغرفة السرية أسطورية، بنعلمكم عنها بكرة. شينا مساكم الله بالخير جميعا. زي ما شفتوا نهاية يوم أمس كنا نتكلم عن الغرفة السرية. بإذن الله في هذه الحلقة محتوى الأساسي هو الغرفة السرية، لكن أنا اليوم جاي مو عشان الغرفة السرية، أنا اليوم جاي لأني بفضي مكاننا السابق. ليه وكيف ومتى وش السالفة بتعرفون إن شاء الله في هذه الحلقة. أبوريكم شيء، بس قبل ما نرقى أبكلمكم عن ستيج. اليوم نرقى فوق بنشيل الأغراض، أبعلمكم ليه بعد شوي، ولكن قبل أنا بغيت أصقع في العمود معليش. هذا الستيج يا جماعة الخير، ممكن بعضكم يعرف هذا الستيج، قد سوينا فيه غيلة أسم زينة. بإذن الله أول ما نوصل 80% راح ناخذ هذا الستيج مع المدرجات حقتها كلها. شفتوا هذه المدرجات؟ توقع شيء 80 شخص، بنسوي فعالية هنا إن شاء الله أول ما نجيب 80%. غالبا بتكون فعالية كهوت، هذه من أكثر الفعاليات اللي ألعبها أنا مع المتابعين من زمان وأسويها في بث مباشر. بنحط هنا كهوت، بنسألكم أسئلة عن السلسلة، فحضروا نفسكم. الآن خلونا نرقى فوق وبعلمكم وش راح أسوي. أول شيء يا جماعة الخير أبفك لوحة مقهى أسمز للألعاب. ليش؟ لأنها بتكون من ضمن المتحف. نفك هذه. لو طاحت على رجلي الحمد لله. فكني يلا ثقيله، والله ثقيله. هذه يا جماعه زي ما قلت لكم هذه راح تكون من ضمن المتحف. اول شيء حاب اقول لكم، انا في الحلقه الماضيه كنت اسالكم هذه المنطقه تبغونها مكتب لي، تبغونها ركيدات، تبغونها ايش بالضبط؟ اعطيتوني افكار خياليه، ولكن في شيء افضل من كل الافكار، شيء راح يفيدني انا وراح يفيد السلسله وراح يفيدكم. هنا بيكون في راعي جديد بتشوفونه بكره ان شاء الله. فعشان كذا اليوم بنفضي هذه كلها، بنشيل المتحف، بنشيل الاجهزه، بنفضي هذا المكان، بتكون ارض خصبه للراعي الجديد. قبل ما نكمل الحلقه اكتبوا لي في التعليقات مين تتوقعون. جيت اليوم لقيت نسبه 53% زادت 3% من امس، اللهم لك الحمد، معناته ان زدنا 15000 ريال، 15000 مشترك، اللهم لك الحمد. تعالوا خلينا نشيل الاغراض الحين وننزلها تحت. خلينا نشيل بنكي معنا، نشيل الماوس، نشيل الماوس بعد الاسطوري. اول شيء نشيل الطاوله ونحطها في مكان المتحف الجديد. بوريكم الان وين راح يكون المتحف. بوريكم مكان المتحف الجديد. صح على طاري ناخذ هذه معنا، خلاص ما منها فايده. بنغير حركه المغلق والمفتوح، بنغيرها بنخليها شيء يخص الشاشات، خلاص طورنا مكان المتحف الجديد. بنجيب الحين الاغراض الباقيه، الشاشه، الكيبورد، الماوس، ماوس باد، ماوس باد اهم شيء. هذا البي سي اللي بدينا فيه السلسله، يلا توكلنا على الله. هذا البي سي وبينكي والكيبورد والماوس. اتوقع احسن مكان للمتحف تحت قائمه اسماء المتفاعلين، وبكذا حطينا المتحف متحف مقهى أسمز الالعاب. اول جهاز بدينا فيه راح تلقونه هنا تحت جدار المتفاعلين. حياكم الله جميعا، اليوم سوينا تغييرات. اول تغيير بتشوفونه حطينا لوحه في الشاشات، خلاص نظام الاول هذا انك تحط مغلق مفتوح هذه خلاص بح راحت. الحين يا جماعه حطينا مغلق، اول ما نفتتح اليوم ونبدا نستقبل الضيوف راح نخليها مفتوح. تعالوا اوريكم التغييرات الجديده. هلا والله، ما شفت اللوحه مغلق تدخل ليش؟ امزح امزح. الله يحييك عيونه. هذا طبعا من الناس اللي جيونا قبل سالتني عن الدور الاول متى نفتحه، فتحناه وصلنا نسبه بوريكم اياها بعد شوي. تعالوا يا جماعه. ثاني شيء بتكلم عنه يا جماعه، حطينا لوحه مشترك تاكل وتشرب مجانا، هذا شعارنا اليوم. واليوم منزلين صنف جديد في البار بتشوفونه ان شاء الله. عدلنا هذا بشركم، خليناها 3 ساعات بدل 3 ساعة، عدلناها بشركم. على فكرة تشوفون المكيفات اللي وراي، احنا في الصيف في الحر ضبطنا لكم مكيفات وما قصروا بوف ساعدونا، نحط مكيفات في كل مكان عشان تنبسطون وما حد يحتر. مشان نوريكم الشيء اللي بعده بخصوص النسبة يا جماعة الخير، اللهم لك الحمد النسبة وصلنا 66%. الحلقة الماضية كنا 53%، اليوم وصلنا 66%، مما يعني ان زدنا 65000 مشترك، 65000 ريال، اللهم لك الحمد. وبهذه الفلوس راح نسوي فيها شيء الحين بوريكم. فشكرا لكل اللي اشتركوا وانشروا القناة الان، اشترك اذا ما انت مشترك وانشر القناة في كل مكان وحط لايك. تعال بوريكم ايش بسوي بفلوس. زي ما تذكرون يا جماعة كان عندنا 7 أجهزة، فعندنا 1 2 3 4 5 6 7، هذه الأجهزة اللي كانت فوق انقلناها تحت واستبدلناها بالأجهزة الجاهزة هنا. هذا الست كامل عبارة عن 10 أجهزة، فعشان كذا راح نشتري 3 أجهزة. راح نشتري هذا الجهاز الأول ب20000، الجهاز الثاني راح نشتريه ب20000، وأيضا الجهاز الثالث راح نشتريه ب20000. كذا خلاص هذه الصفة كاملة 10 أجهزة صارت ملك لنا. أبشركم يا جماعة الخير سامسونج أكبر داعمين هذه السلسلة، سامسونج دعمونا ب3 أجهزة. هذه الأجهزة ما دفعت فيها ولا ريال. راح ناخذ الجهاز الأول، الجهاز الثاني، الجهاز الثالث، يبقى لنا بس ثلاثيتين وصفة ثانية، وبكذا نكون شاري كل الأجهزة بتكون ملك لنا. 10 أجهزة و3، 13 جهاز جاهز للمتابعين. الله يحييكم جميعا. أبوريكم وش صار في مكاننا السابق، وش سوى سامسونج بهذاك المكان. زي ما تشوفون سامسونج أخذوا هذا المكان وحطوا فيه جيمينج جراج. زي ما تشوفون
جيمنج جراج خاصة سامسونج هنا، تقدرون أنتم تجون تلعبون. طبعاً الأمانة يا جماعة باقي ما جهزت، قاعدين نجهزها، قاعدين نرتبها إن شاء الله. إن شاء الله الحلقة الجاية بتكون مكتملة، حالياً ما اكتملت 100%. أركيد باكمان عندك هنا، ستريت فايتر، شاشات 4K 8K أعلى جودة. أنا أعطيكم بس تشويق، الحلقة الجاية بتلقونها كلها جاهزة وتقدرون تجون هنا مجاناً تلعبون حتى هنا في هذه المنطقة. حياكم الله في الغرفة السرية. خلوني أوريكم ليش الحلقة الماضية أعجبت بهذه الغرفة. أول شيء، أول ما تدخل على اليمين عندكم البي سي الخارق، الجهاز الأسطوري. ليش أسطوري؟ لأن فيه أربع أشياء. عندك بي سي، عندك بلاي ستيشن، عندك في آر، وأيضا نتندو سويتش. تخيلوا هذه كلها في هذا الجهاز وهذا الست المتكامل. 3 شاشات، مايك، كاميرا، عندك تسوي بث مباشر يمينك ويسارك، عندك تحط فيها كوين وتطلع منها لعبة، طلع منها علك، حرفيا كل شيء عندك. غير كذا عندك برضو طاولة الداينين. على فكرة هذه غرفة مو بشخص واحد، شخصين، يعني عادي أنت أخوك، أنت خويك، أنت خالتك، أنت أدعمك، تجي هنا تاكل، والأكل على فكرة مجاني. الجهة الثانية عندك بي سيين متكاملين، كل شيء موجود هنا، أكثر من 100 لعبة، تجي أنت خويك تلعبون هنا. وأيضا عندكم طاولة الميني جيمز. شلون تدخل الغرفة السرية؟ هذه الغرفة السرية ريان نبغى ندخلها، نبغى نلعب أنا وخويي جايين. في كل حلقة وفي كل يوم راح نحدد كلمة سرية، يعني عادي ترى الحلقة الجاية تختلف الكلمة السرية. كلمة سرية هذه الحلقة هي بينكي. بينكي يا جماعة الخير هي النبتة حقتنا. أي واحد يسأل عن بينكي، ريان وين بينكي؟ مختفية. أقول تعال أنت فزت معنا بالغرفة السرية. إذا عجبتكم هذه الغرفة انزلوا الآن، حطوا لايك واكتبوا تعليق وش رايكم بالغرفة السرية، واشتركوا، ترى قربنا الهدف، قربنا. لا تنسون اللايك والاشتراك. ايوه زي ما قلت لكم راح ننزل منتج جديد في البار، ولكن يحتاج للجهاز، والجهاز هذا لازم اروح المحل وتشوف سعره ومواصفاته وكل شيء. خلونا نروح ننزل السوق بعدين نرجع هنا. قبل ما نروح للاسف الشديد قبل هذا الكليب صورنا عن جدار متفاعلين وحطينا 5 أسماء، ولكن للاسف خرب الكليب. لحسن حظ سام الخمسه متفاعلين موجودين وراء انس وحرفتي وكريزي وحمد وعماد، شكرا لكم على التفاعل. واللي يبغى يطلع معنا الحلقات الجايه لا تنسى تتفاعل في جميع المنصات. طلعنا من فوف بنيجي هنا نقابل شخص عنده آلات الايس كريم. ثواني في هنا شيء لفت انتباهي. السلام عليكم. احلام العصر، كروان، بط، كلابه، يقطعون من الازعاج خلاص. اسكت اسكت اسكت. ايوه ازعاج، اقسم بالله. ايام محاكم اقل العاب كنت اجيب كلب حراسه، بس ذا مسكين هذا ما يحرس شيء، هذا يبي له واحد يحرسه. يو شوف 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 هامستر. شين عندنا هدف نركز عليه، شين نقابل الشخص تبع الات الايس كريم وهذه الاشياء. بسم الله نشوفوا الات القهوه. كقهوه عندنا سنجل شوت دبل شوت موجوده. يا ساتر 3 روس، والله دي كبيره مره. تحط القهوه تكبسها وعيش. بس انا ما جينا نركز على القهوه، جينا نركز على الات الايس كريم. يا مرحبا، انا تواصلت معكم بخصوص الات الايس كريم. الات الايس كريم بحر، طلع اسعارها الى 90,000 وما فوق. سعر سيارة؟ سعر سيارة يعني على حسب غرض العميل، على حسب احتياجه. طيب أنا احتياجي وغرضي هو ما هو شيء أساسي، أبغى شيء ثانوي. حوض له خليط مستقل واللي في النص ميكس. حلو، أتوقع هذا الهدف اللي نبغى نوصله. طيب تقدر توريني آلات اللي عندكم؟ هذه أصلا كم قيمتها هذه؟ هذه 22,000 شامل الضريبة. يا جماعة الأمانة أسعار فلكية، ففي حل خصوصا أن تجربة، إحنا قاعدين نجرب أشياء كثيرة في البار حقنا، بيتزا، جربنا موهيتو مع البوب كورن، نجرب آلة آيس كريم. أنا أرى أن نروح لحل بديل، ندور ناس عندهم إيجار نستأجر منهم، إذا ردت فعلكم مرة حلوة ليش لا نعتمد ونشتري آلة تبقى ثابتة واستثمار في المكان حقنا. السلام عليكم. بناخذ خليط الايس كريم، بس قبل لفتني نكهات. والله نكهات غريبه، بلجح، نعناع، كراميل. هذا لفت انتباهي مره، نكهه تفاح. النكهات اللي سوينا فيها موهيتو كانت حلوه، كان توت الازرق فراوله. هذه الشركه اللي بناخذ منها المزيج مشهوره، هي الاساس عندهم، مانجا فراوله وشوكولاته وفانيلا. شوف الامانه اكون معكم صريح، انا بركز على نكهتين ونسوي بينهم ميكس، فبناخذ من الشوكولاته وفانيلا. زي ما شفتوا يا شباب تكلفه انك تشتري ايس كريم مره 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 غاليه بقيمه سياره، عشان كذا كالعادة نجيب أجار نجس النبض. إذا المتابعين جاز لهم ممكن ليش لا نخليها استثمار مستقبلي، توكلنا على الله. الآن فتحنا المحل، زي ما تشوفون اللوحة خليناها مفتوح، لكن لازم نغير تيشيرتنا مستقبل متابعين. شوف يا شباب، قد جاني في ليلة أوسنس، حاطك خلفية جوالي يوم حق السوبر ماركت. شوف قاعدين يلعبون، ايش قاعد تلعب؟ هذا الماب حقنا يا جماعة، قاعد يلعب هو أخوه، ترى قاعد يقفط كذا يعرفك يشوف من الشاشة. لا احنا مغطين أكيد. مين فاز قبل شوي؟ أنا. هذا الماب تدري حق مين؟ حقي الماب هذا. يا جماعة العبوا ماباتي تلقونها، اكتبوا بس ادخلوا على المابات اكتبوا CMZ تلعبون ماباتي. سعود اتصل علي قال انه برا ما يقدر يدخل، المشكلة انه اعطينا عندنا زي الكارد هذه، هذه سلمناها لكل الموظفين، قبعة القش وعبد الله وسعود، بس ما ادري سعود ضيع حقته ولا. هذا جهاز البصمة يا جماعة،
هلا 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 ومرحبا. اعطيتك بطاقة ضيعتها. هذه بطاقتي؟ هذه بطاقتك. بعدين وين التيشيرت يا سعود؟ ما عليك بس نسوي زي كذا كل ناس. احنا شيء جديد ما شفته الحلقة الماضية. والله العظيم انت مانيجر كبير. تدري ليه؟ احنا افتتحنا ترى الدور الأول كامل. سعود احتاجك بسرعة. المكان صار كبير مرة. ايوه لا تونا هذا الدور الأول، باقي الدور الثاني بنمسك الدور الأرضي بناخذه بإذن الله 80% بنفتح المسرح. تدري؟ ستيج بناخذه 80%. تعزم 8 مليون كلهم شكرا. باذن الواحد الاحد يحتفلون معي ان شاء الله. حماس اقسم بالله حماس. يلا توكلنا على الله. وين مكان الدركسون؟ الدركسون هناك. ها كيف؟ وين الهجوله؟ وين تقول هجوله؟ اسلم اسلم اسلم. فك فك الدعسه فك الدعسه هدي شويه. يلا والله خالد هاجه معك يا خالد. حلو. ايوه زي كذا حبه حبه. لا فنان فنان يا خالد. يا اخي ذا مشكله قاعد يطقطق على متابعينا. لا يا اخي انت انا قلت تسلم يدك على القياده ما قلت تسلم رجلك ابدا. كيف الامور معك؟ والله عندنا مشاكل كثير. والله اكبر مشكله انت يا سعود. جيتكم بالصنف الجديد اللي راح ينزل في مقهى اوسنز للالعاب. زي ما تشوفوا قدامكم اله الايس كريم، طبعا اخذناها اجار. فلوس 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 ما في فلوس. وتو رحنا جبنا خليط شوكولاته وفانيليا. ودي صراحه اجيب المانجو فراوله ولكن للاسف ما عندنا الا اثنين. معناتها بنحط الشوكولاتة وهنا بنحط الفانيليا، شوكولاتة الحالة أو فانيليا الحالة أو ميكس، ما نقدر نجيب خليط ثاني، ممكن مستقبلا نجيب آلة أكبر فيها أكثر من خليط ما ندري. وزي ما تشوفون هنا بسكوت والمناديل موجودة، كل شيء موجود، ولكن أول شيء بنسويه يا جماعة الخير إن نفتح الآلة، بسم الله. كذا فتحنا الآلة، نروح نجيب الخليط، أوه شوفوا يا جماعة الخير راح نحط الشوكولاتة. أهلين. وش ذا؟ يا سلام، هذا فانيليا. حطيناه. الآن لازم نخلي الآلة هذه تبرد وتثلج الخليط لمدة ربع ساعة. سكر يا حبيبي ونبدأ. شو نسوي؟ نسوي أوتو. ما أدري ليش الضحك شريرة. بيبدأ الآن يجمد. أقسم بالله إني متحمس بشكل مش طبيعي. سماعة. ما عنده سماعة هنا فعلاً. تبشر أجيب لك أحلى سماعة الحين. أيوه يلا. تسمع الحين؟ الحمد لله. الله يسعدك يحفظك. لا لازم توريهم الخلفيه. ورا الخلفيه. الله اسطورتي. حاط كوتي ام زد اسطورتي. الله شغلارك طيب. كلكم تصوروا كلكم تصوروا. المكان مليان رغم ان سوينا توسعه صح. اخذنا الدور الاول كامل بس ما شاء الله تبارك الرحمن زحمه. يبي توسع زياده. يبغانا ناخذ الدورين كلها. لايك وسبسكرايب. الله يسعدك. هلا وين بنكي؟ بنكي نبته. تدري انك قلت كلمه سر؟ والله قلت كلمه سر. تعال بوريك مكان. تعال تعال تعال. تدرون انكم راح تاخذون اكل مجاني من المطبخ اللي تحت. لكم ايه انتم قلتوا بينكي. خلاص قلت بينكي جيتوا بالغرفه السريه. تحس حلم. غرفه سريه مو بحلم. غرفه سريه واقع. حطوا لايك واشترك. خلوا اللايكات تنفجر. حياكم الله يا شباب. اليوم مضبطين لكم من المطبخ الرئيسي. هذا المنيو. اطلبوا اللي تبغون. برجر، بيتزا، بطاطس، بوب كورن، مشروبات، ايس كريم، اللي تبغون. ايش تامرون عليه انتم بس؟ امروا. تبغون بيتزا؟ ايش تبغون مشروبات؟ مويه. مويه وين؟ مويه. ثلاثه مويه؟ واحد بيتزا. دقايق ونرجع لك نروح نضبط البيتزا ونجيبها لهم. تفضلوا يا جماعه. وهذه احلى بيتزا من يدين اوسمز. تفضلوا بالعافيه. سموا بالله. قولوا ما شاء الله في التعليقات. اقبلكم في الغرفه السريه بس ترى بتختلف الكلمه، ما راح تكون بينكي، بتكون كلمه ثانيه. ترى بنسوي هناك ايس كريم. تعالوا هناك حلوا. الان جايينكم مع خبير الايس كريم، قبعه القش. كيفك مع الايس كريمات؟ سموني ملك الايس كريم. يا سلام يا سلام. اول شيء بنسويه جلوفز، لازم تلبسها جلوفز يا جماعه. اهم شيء ترى ما عندنا الا 40 بسكوت 40 ايس كريم، وما شاء الله تبارك الرحمن في زحمه برا. ان شاء الله ان شاء الله انه يكفي يا رب. طيب الان يا جماعه الخير نجيب هذا البسكوت ونحط معاه منديل عشان بيقطر وكذا. تبغى شوكولاته ولا ميكس ولا فانيليا؟ يا حبيبي يا حبيبي. بس 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 اوكي. هذا اول ايس كريم اسويه في حياتي. ما ادري هو زين ولا لا شكليا. والله مهلجه ممتازه من هنا. بسم الله سم بالله وعطنا رايك. بس صدق صدق اصبر لي اصبر لي. ها بحط لي انا ونجرب مع بعض. بسم الله بجرب ميكس. بسم الله. اقسم بالله خيالي. ايش ذكرت؟ ذكرت طريق الثمامه. توقف على جنب تاخذ لك ايس كريم نفسه نفسه. والله العظيم اسطوري. اقسم بالله العظيم اسطوري. غرت يا مصورنا. ابغاك تكفى تطلع برا صفهم طابور جهزهم عشان ناخذ طلباتهم. تمام خلاص. الله يسعدك. يلا كلمني اذا خلصت. ابشر يا ابو مهمش كلكم تمام. زباين صفيت تنتظرون الان. نورتونا. اليوم عندنا ايس كريم فيه فانيليا وشوكولاته وفيه ميكس. ابشر دقائق وجيك. خذ البسكوت ونحط المنديل كذا عشان ما يقطر عليه. وبسم الله هو طلب فانيليا. بسم الله
هذا فانيليا. الله يشوفه يعني يمشي الحال يمشي الحال. اسمع الشكل لك عليه. اول ايس كريم اسويه صدق والله لا تجاملني. الشكل كم من عشرة؟ صفر من عشرة. بس الطعم الحمد لله يعطيك العافية. ميكس أبشري. الأمانة يا جماعة أنا للآن أنا أسوأ واحد أسوي آيس كريم. أصبر والله على يعني الشكل لك عليه بس الطعم إن شاء الله حلو. ذوقي وعطيني رأيك صدق. بسم الله عشرة. والشكل عشرة. لا تجاملي. لا عشرة. بعد محاولات كثيرة جدا 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 أخيرا قدرت أضبط الآيس كريم المثالي. أتوقع يستاهل لايك. حط لايك واشتركوا بالقناة. حنا صورنا لكم يمكن دقيقة واحدة بعدها سوينا كت عشان ركز في خدمة مشتركينا. للأسف الشديد خلاص قضى. شوفوا ما فيه خلص ما في شيء انتهى فعلا. أصلا هذا آخر بسكوت موجود عندنا. ما شاء الله تبارك الرحمن متابعين أكثر من اللي جايبين تقريبا 40-50 بسكوت. خلصت كلها. خلصنا بناخذ تقايم الحين. يلا خلاص قفلنا. خمسة من خمسة. الله يسعدك. خمسة وأفضل كت في خمسة من خمسة. أسطورتي لايك ستاك. خمسة أربعة. الله يسعدك شكرا جزيلا. التقايم زي ما شفت قبل شوي كلهم خمسة ما عدا واحد أعطانا 4 من 5. أنا خفت والله أني خفت قلت أكيد أن التقييم بينزل إلى 4.9 لكن اللهم لك الحمد التقييم ما زال 5 من 5 بسبب كثرة الخمسات اللي جتنا كتقايم. فاللهم لك الحمد ما زلنا حلقتين ورا بعض مستمرين بأعلى تقييم. هذا فضل الله ثم فضلكم واجتهادنا في البار. قاعدين نجيب أشياء ملفتة للانتباه وبرضو لذيذة كطعم ولذيذة كشكل. الغرفة السرية من أنجح الأشياء اللي سويناها. اللهم لك الحمد. أبغاكم تعليقات تكتبونا وش أعجبكم في هذه الحلقة. لا تقصروا معنا باللايك واشتركوا بالقناة بإذن الله. الحلقة القادمة الهدف حقنا 80%. أول ما نجيب 80% بننزل الستيج بنسوي فعالية كهوت. شوفكم الحلقة القادمة.